مساء الخير. النهارده انا سعيد ان اكون معاك دكتور اشرف شافعي النهارده في موضوع مهم جامد جدا بالنسبه للجاليه، وهو موضوع الذاكره. احنا دلوقتي في الفتره الحاليه المشكله ان معظم المرضى بتوعنا حتى اللي مش عنده اي مرض وفي سن لسه صغيره بيشتكي من موضوع الذاكره. الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لنا. فالنهارده ان شاء الله نتكلم مع الدكتور اشرف النهارده ونناقش الموضوع ده ونشوف ايه اللي ممكن بيؤدي للموضوع ده وايه اللي ممكن نعمله عشان نغير الموضوع ده. طيب السلام عليكم. طبعا لي الشرف ان اكون مع الدكتور حسين النهارده في موضوع شيق جدا للجاليه وكل واحد مننا بيمر خلال مشكله الذاكره. طبعا الذاكره دي في حاجه مهمه ان احنا نعرف الاول الذاكره عباره عن ده وظيفه للمخ ان هو تركيز وتخزين المعلومات. لو تحصيل المعلومات ونقل المعلومات وتخزينها واستدراجها حصل فيها خلل، الانسان بيجي له عمليه اللي هو ضعف في الذاكره. ضعف الذاكره ده ممكن يحصل لشاب صغير، ممكن يحصل لواحد 40 سنه 50 سنه 30 سنه، ممكن يحصل بعد سن الستين والسبعين، ودي طبعا عمليه طبيعيه لان كل ما بنتقدم في العمر كل ما خلايا المخ بتصغر كل ما عمليه الضعف في الذاكره. ففي عندنا احنا هنا لازم نعرف حاجه مهمه، في عندنا ذاكره وقتيه دي. طب انا مثلا حد بيقول لي اي موضوع بخزنه في دماغي، التخزين ده لمده 48 ساعه، وبعد كده التخزين ده بيتحول لحاجه طويله المدى. عشان كده مثلا ايه، في حاجات بتتخزن ما بتتلغاش. الناس بتخاف يقول لك انا كنت عارف كل اسماء صحابي، كنت عارف كل التليفونات، وكنت بعرف اركب عجله، ودلوقتي ما بعرفش، الحاجات دي كلها نسيتها، هل دي اختفت من مخي؟ لا، ما بتختفاش. اللي بيحصل عمليه ان هو التركيز، اما حد بيدينا اي فكره او اي معلومه بتخش بنسمعها بوداننا وبعد كده بتخش عن طريق المخ من الناحيه اليمين، بعد كده بتعدي للناحيه الشمال. اللي بيحصل ايه؟ بتحتاج حاجه اسمها دوبامين، وطبعا الدوبامين ده بيسموه ساعات اللي هو هرمون السعاده، اوكي، وهو عباره عن كيماويات في المخ مسؤوله على نقل المعلومات ديت. فالمعلومات ديت لو هي يعني مشوشه فهتتنقل مشوشه وهتتخزن مشوشه، وساعه ما تستدرجها وتطلع تبقى مشوشه. فالانسان بيقول انا كده دلوقتي انا ما اتعلمتش، انا في عندي ضعف في الذاكره. ففي حاجه تانية برضو بيحصل، فانا دلوقتي عارف اسمك، قابلت حد النهارده، قابلت الدكتور امين، وبعد شهر ماشي في الشارع سلم عليا اقول هو اسمه ايه، هو متخزن عندي، بس دلوقتي عشان انا في ظروف موجوده حواليا وفي اسباب موجوده حواليا ضعفت لي الذاكره، ودلوقتي هنتكلم على اسباب ضعف الذاكره. بس احنا دلوقتي اشرف بالنسبه للموضوع ده، يعني في ناس يقول لك انا جالي دلوقتي ديمنشيا او جالي الزهايمرز، هم حتى سنهم ممكن يكون 45 سنه 50 سنه، فدي برضو عايزين نفرق بينها ان هو مثلا الديمنشيا او الزهايمرز ممكن واحد يحصل له انتي جريد امنيزيا، يعني يبتدي يفتكر الحاجات اللي هي من زمان وبين الحاجات اللي هي القريبه. دي في فرق بينها وبين الوقت اللي اتكلمنا عليه دلوقتي، ان هو ممكن حد سنه صغير بيبتدي ينسى حتى الحاجات اللي من زمان وينسى حاجات قريبه، بينسى الموضوع كله عشان عوامل معينه هنتكلم عنها النهارده. طيب دلوقتي في ثلاث مراحل الانسان بيمر منهم. اولا في ضعف الذاكره الطبيعي، لما الانسان بيتقدم في العمر فبيسموها ده في نورمال بروسس، ان هو الضعف الذاكره بيحصل، بس الانسان ده بيقدر يشتغل، بيقدر يعمل حاجاته في البيت، ما بينساش اي كلمه، وخصوصا في مثلا في اللغه نفسها. ففي حاجه ما بين السن ده بيبدا يتقدم، كل ما الانسان يكبر كل ما بيحصل عمليه ضعف الذاكره، بس الانسان بيبقى حياته طبيعيه مش متوقفه. ده بيختلف عن اما واحد بيخش ما قبل الالزهايمر، وسي حاجه اسمها MCI بينسموها mild cognitive impairment. yes mild cognitive impairment ده عباره زي البيشن اللي هو عنده الالزهايمر، بس بيبدا يعني يقدر يفانكشن، بيقدر يشتغل، يقدر يعمل حاجاته، بس عمليه النسيان بتبقى اكتر.
والمشكلة ان هم 80% في المايل كوجنيتيف امبيرمنت بتتحول بعد كده لالزهايمر، عشان دول هم دول البيشن اللي بيجي ولازم يتعالجوا، فبنديهم دواء بحيث ان هو بيمنع العملية ان هو عدم تدهور الذاكرة. طب احنا دلوقتي العوامل اللي هي ممكن نبتدي بتعمل موضوع الـ MCI اللي هو مايل كوجنيتيف امبيرمنت، ايه ممكن العوامل دي؟ حاجات مثلا ممكن حاجة زي التدخين. طبعا التدخين عامل رئيسي. طبعا في ناس يقول لك انا عشان اركز اخد لي سيجاره. طبعا تركز خد السيجاره ماشي، ده حاجه كويسه ان هو بيطلع لك الدوبامين مؤقتا، بس التدخين ليه تاثير لما بتاخد اللي هو بتاخد يعني بتدخن فتره طويله، دي بتعمل توكسين وسموم لخلايا المخ، فدي طبعا دي بتقلل الذاكره. شرب الكحول، استخدام المخدرات، اوكي، عدم الرياضه. الرياضه دي يعني فعلا يعني الدراسه حواليها جامده دلوقتي، دي في ماده اسمها BDNF، اوكي، الماده دي بتتفرز اما انت بتروح يعني تجري على مكنه الايروب، بس المكنه هو يفضله عشان تزود الذاكره كويس اللي هو الايروبيك اللي هو لازم تجري في هواء. فحاجتين هتستفاد، اولا نجيلك فيتامين د، which is معظم الناس عندهم نقص في فيتامين د، ففيتامين د ده بيخليك عندك ايه يعني فتيك وحاسس بتعب ما بتركزش كويس، فده ادي اول حاجه. تاني حاجه اما انت بتجري حاجه اسمها البي دي ان اف دي بتطلع من العضلات وبتزود الدوبامين، الاثنين دول الدوبامين نفسه عباره عن هرمون السعاده وهو ده اللي بيزود التركيز، عشان كده الاطفال الصغيرين لما نديهم دواء عشان يساعدهم على التركيز بيكون في الدوبامين. برضو الحاجه الثانيه برضو اللي هي موضوع النوم، ودي برضو يعني في عامل وقت موضوع اللي هو ما يكون واحد عنده سليب ديبريفيشن، يعني بالنسبه للنوم الواحد بينام اقل، والوقت مع سرعه الحياه الموجوده الناس بتنام مثلا 4 ساعات 5 ساعات، فالوقت في دلوقتي مع الدراسات الواحد لو حتى لو نام ساعه زياده كل يوم ممكن تتحسن الذاكره جامد جدا، فاحنا محتاجين ان احنا نخلي النوم بتاعنا بين 7 ساعات ل8 ساعات كل يوم. بالظبط. النوم طبعا عدم النوم او السليب ديبريفيشن اللي احنا بنقول عليه ده بيسبب توتر، بيسبب اكتئاب، وبيضعف الذاكره، لان في انت عايز تنام مرتاح 8 ساعات وفي طريقه معينه بنشرحها ويعني بندي نصايح للناس اللي عندهم ضعف الذاكره، اما تنام لازم تنام في اوضه ضلمه وتسيب الستاره مفتوحه شويه، بحيث ان اول ما الشمس تطلع وضوء يجي في جفنك ده هيعمل ايه؟ هيزود لك الكورتيزون، والكورتيزون ده هيخليك يعني بيطلع ايه الطاقه عندك والذاكره. لو انت نمت 4 ساعات عمليه بقى الهرمونات اللي بتتفرز في المخ والمتواصلات الكيماويه اللي هو زي الدوبامين والكورتيزون والميلاتونين كل ده بيكون ما بتتفرزش بطريقه معينه، فبيحصل تراكم سموم، فما بيحصل تراكم سموم بيحصل ضعف في الذاكره. اكيد طبعا. وبرده في حاجه برده دلوقتي بنتكلم فيها برده موضوع اللي هو الدايت نفسه، نفس الاكل اللي احنا بناكله دلوقتي، ان الاكل نفسه ابتدى ياثر على الذاكره، خصوصا الاكل بتاعنا البروسيست فود، الفاست فود اللي الناس بتاكله، فدي برده دلوقتي في دلوقتي كلام كتير دلوقتي ان الاكل حتى في مثلا الدايت مثلا ميديترينيان دايت او في حاجات اللي هو الاكل الصحي ده بيحسن الذاكره، فدي حاجه برده عامل لازم نهتم بيه. طبعا البعد عن الدهون، البعد عن اللحوم، وطبعا الدهون العاليه طبعا ديت غلط لان هي دي بتضعف الذاكره، عشان كده زي ما دكتور امين بيقول الميديترينيان دايت ده بيخليك تاخد يعني تبعد عن الدهون والسكريات الكتيره واللحوم وتركز على حاجات معينه، زيت الزيتون الاسماك والسلطات اللابستر، كل الحاجات ديت بتساعد. الحاجه الكويسه برده العين الجمل، يعني فاهم عين الجمل، انت ما تفتح عين الجمل بيكون شكلها ايه؟ زي المخ، تقسمها بتبقى زي المخ، ما عشان كده قال لك برده اللي يعني بتاخد حاجات الاوميجا 3، بس الاوميجا 3 مش الكبسول نفسه، الحاجات الطبيعيه من الاوميجا 3، فطبعا اللي هو عين الجمل، الفستق، الافوكادو ده برضو بتاخده، الحاجات دي كويسه. زيت الزيتون زي ما دكتور حسام قال ديت طبعا كل النيوتريشن ديت وكل التغذيه ديت بتساعد على نمو الذاكره.
في برضه بالنسبه لل والموضوع ده لسه فيه دراسات بس لسه ما اتثبتتش، ان هو الشوجر سبستيتيوتس البدائل الفات سكر زي مثلا الايكوال زي سويت اند لو. ففي كلام دلوقتي في دراسات معينه اتعملت على الحيوانات بس ما اتثبتتش لسه في الانسان ان ده ممكن ياثر على الذاكره. ففي الوقت الكلام ان ان الواحد برضه ممكن، بس ده مش مظبوط علميا لسه، ان موضوع الكلام ده ممكن الواحد يبعد عنه شويه، عشان الواحد اخده مثلا بكميات مثلا 6 كاس في اليوم او 8 كاس في اليوم ممكن ياثر على الذاكره. بيتاثر على الذاكره، وحاجه ثانيه كمان بتقتل حركه الحرق. يعني الناس اللي بياخدوا ياخد 8 سويت ان لو او بيقول لك انا عايز بس اعمل تخسيس، لا ده بيزيد الوزن، ان هي بتقتل عمليه الحرق. يعني برضو الدراسات لسه دكتور حسام بيقول عليها شغاله، ويعني الحاجات دي برضو نبعد عنها. لو خدنا السكر ناخد السكر بطريقه معقوله، دي لان المخ محتاج الجلوكوز عشان يخلي الكيماويات بتاعه البرين تشتغل. في حاجه تانية برضو نسينا على حكايه الالزهايمر، عشان الناس بيجي يقول لك انا سني صغير او سني كبير على الالزهايمر. الالزهايمر لازم يعني من الحاجات اللي هو الانسان بقى بيفقد، يتوه، يطلع بره يتوه. الانسان بينسى اسماء حتى اولاده او اولاد ولاده. التليفونات مش حكايه، كله بينسى التليفونات، بس اهم حاجه اللغه، تلاقي اللغه متاثره. فاللغه وكمان الجادجمنت بتاعه، يعني بياخد حاجات، بيعمل حاجات يعني ملهاش لها، يعني الناس كلها بتستغرب هو بيعمل كده ليه. فدي يعني ما بياخدش قرار في اي حاجه، فهو ده العمليه، وبتاخد وقت، يعني بياخد ساعات، بياخد 10 سنين عشان يوصل للمرحله دي. فمش عايز اي حد اول ما يجي نسى جار اسم جاره او نسى تليفون بنته او اي حاجه يبدا يفكر في عمليه الالزهايمر، يفكر ايه الحاجات اللي هو ممكن يعملها ان هي ترجع له الذاكره. طب بالنسبه لموضوع التليفونات بصفه عامه اللي هي السيلفونز، الوقت الافريج ساعات ممكن الانتراكشن 90 مره في كل ساعه بين الانسان والتليفون، ما بين مثلا واحد ممكن يتكلم او واحد ممكن يشيل التليفون بتاعه يبص فيه ويرجعه تاني، او الواحد يعمل اي رسائل يبص على اي سوشيال ميديا. فكميه الديستراكشن اللي هي 90 مره كل ساعه، فدي برضو هل في وظائف المخ نفسه، يعني المخ لو المخ مثلا الويف بتاعته ماشيه بطريقه معينه واحنا بنعمل ديستراكشن 90 مره كل ساعه، ازاي دي ممكن تاثر على وظائف المخ؟ طبعا بتوصل وظائف المخ، لان هي لما انت اكزوست المخ بترهقه بكل الاشعه ده طول الوقت قاعد عليه، وانت العمليه السيل فون او السوشيال ميديا عباره عن ادمان. انت بتخش عليها وتقول انا بس هبص على بصه، وتلاقي البصه قعدت نص ساعه ساعه ساعتين، وكل ده ارهاق للمخ، وكل ده بيقلل نسبة الدوبامين. الدوبامين ده اللي احنا محتاجينه، وبتقلل البي دي ان اف برضو ان احنا محتاجينه عشان يزود لنا الذاكرة. فطبعا انا طبعا بنصح الناس اما بيقولي ولادهم قاعدين الويكند كله على الجيم، في حاجة كويسة انك انت يعني ممكن تلعب الجيم ده، بتحفز المخ بس في وقت معين. يعني ما تقدرش تاخده مثلا نص ساعة في اليوم، ماشي تعمل مثلا مع حد ان هو يعني تشالنج، انك انت تخلي واحد يلعب معاك جيم، ده بتخليك تركز اكتر، ودي هتساعد. بس العمليه ان هو تدخل في عمليه الادمان، انك انت قاعد تقوم الصبح لغايه بالليل قاعد عليها، او قاعد على التلفزيون، او قاعد على النت، او قاعد على التليفون، طبعا كل الاشاعات ديت دي بتاثر على كميه التركيز. طب نيجي بعد كده في ادويه دلوقتي، في ممكن ادويه بتضر في موضوع الذاكره، وفي ادويه ممكن تساعد. فالادويه اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، في كان في كلام على الادويه اللي هي البي بي ايز، اللي هي زي مثلا النكسيوم، البرالوساك، الديكسلانت، ودي دلوقتي بقى الموضوع الارتجاع في من بعد المريء بقى كتير جدا، والناس بتستخدم الدواء دي بنسبه عاليه جدا. ففي برضه دراسات اتعملت ان دي ممكن تاثر على الذاكره، وركزوا حاجه زي النكسيوم مثلا، الواحد مثلا لو خد نكسيوم ممكن حتى لو غيره بحاجه ثانيه ممكن يساعده. بس هو الدراسه كلها موجوده ما اثبتتش ان الموضوع ده ياثر على الذاكره، بس برضه لسه في دراسات ماشيه ان البي بي اي استخدامها فتره كبيره ممكن ياثر على الذاكره. فعلا انت لو بتستخدم بي بي اي في فتره طويله، انت بتسمع ناس عليهم على 10 سنين و11 سنه 12 سنه، وطبعا الدراسات لقوا في علاقه بس لسه ما اثبتتش ان هي يعني فعلا اثرت على الذاكره. بس في ادويه اكتر من البي بي اي، ان هو زي النكسيوم والكلام ده، زي الناس اللي بياخدوا بينيدريل، ايوه انت استامين، كميه الاستامين، كل واحد مثلا يروح الاوفر ذا كاونتر ياخد البينيدريل، الكلام ده طبعا بيضيع
في ادويه مخصوصه في السيكاتري، يعني زي البنزو، الزانكس، الكلونابين، الاتيفان، الفاليوم، لو خدتها في بكميه كبيره لمده طويله طبعا نفس الحكايه بتاثر على الذاكره. في ادويه معينه في للاكتئاب والانكزايتي برضو والتوتر، لو خدتها في ادويه معينه زي الباكسل، الباكسل ده واحد منهم لان هو بيقفل في حاجات معينه بتاثر على الذاكره اللي هو بيسموه الانتيكولينرجيك. في ادويه انتي هايبرتنسيف برضو لسه في برضو على استدي عليها. ففي ادويه انت اول حاجه ما المريض بيجي لي يقول لك انا بدات ايه انسى، ببص على الادويه بتاعته ونشوف ونتعامل مع الدكتور العام بتاعه لو يحول الدواء ده للدواء ده بحيث ان هو يساعد في الذاكره. انا حتى في دواء الامبيل حتى دلوقتي بقى مع الميديكير فوق سن 65 سنه عاملين دلوقتي ريجوليشنز ان المريض ما ياخدوش بعد سن ال 65 سنه بس. فبرضه لازم يكون حريصين عشان في ناس مثلا تقول لك اللي هيساعدني ان انا انام بس في نفس الوقت ممكن ياثر على الذاكره بدرجه اعلى. طبعا الامبيل من الادويه برضو الجامده برضو. اي ادويه للنوم يعني تاخدها لفتره طويله، عشان كده بننصح المريض ما تاخدش ادويه النوم كل يوم. حتى لو بتكتب الامبيل بنكتبه مثلا 15 يوم، معنى كده يعني يوم ايوه ويوم لا، ما تعودش المخ بتاعك لانه هو ده بيخمد المخ، فما بيهمد المخ الاتصالات بتاعت المخ بتبقى ضعيفه فبيحصل عمليه الذاكره بتكون قليله. طب بالنسبه لكان في سبلمنتس اللي هي زي الجينكو والترميريك، فدي ايه الجزء العامل بتاعها انه يساعد في الذاكره؟ الجينكو بتساعد على الذاكره ان هي بتزود البلاد سبلاي في المخ، بس المشكله الجينكو ما بتشتغلش ايميديتلي، ما بتشتغلش دلوقتي، بتشتغل بعد 3 شهور. يعني انت لو خدتها لازم تاخدها كل يوم مثلا مرتين لمده 3 شهور عشان تشوف، يعني بتدي لك الطاقه، بتدي لك يعني بتحس فيه كلاريتي، في وضوح في الذاكره بتاعتك. المشكله الجينكو لازم يعني لازم تبعد عن الاسبرين، ومعظم الناس عندهم اسبرين، يو نو، لان لو خدت اسبرين مع الجينكو او خدت اي حاجه